بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد برونو مايز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، ويمكن عايز أرجع بالذاكرة بس لبداية مجلس الإدارة بتاعنا اللي كان في من ضمن البرنامج الانتخابي بتاعه إن في أو برنامج عائلة الأهلي كيفية الاهتمام بجميع الأنشطة سواء الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الإنشائية. من ده النهاردة مؤتمر النهاردة من أحد الأنشطة المجتمعية اللي لازم النادي الأهلي يقوم بدوره فيها، بالنادي الأهلي بتاريخه، النادي الأهلي بشعبيته، النادي الأهلي بجماهيريته، النادي الأهلي بكيانه العربي والأفريقي والعالمي. فأعتقد أن النهاردة يوم من الأيام المهمة اللي فيها تعاون وثيق ما بين منظمة عالمية، منظمة اليونيسيف العالمية، مع النادي الأهلي أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وأندية وبرضو من الأندية اللي ليها الحقيقة تواجد عالمي في كل الاستفتاءات العامة العالمية اللي حصلت. النادي الأهلي متواجد في هذه الاستفتاءات. من هنا يمكن عنوان مؤتمرنا النهاردة أو التعاون اللي احنا بصدده اليوم. يعني التعاون دوت في ليه عنوان، العنوان ما بين الأهلي ومنظمة اليونيسيف معا من أجل حقوق الأطفال في مصر. في أطفال كتير محتاجين إن احنا نحس بيهم، محتاجين إن احنا يكون لنا دور معاهم بمسمى وبكيان زي النادي الأهلي. أعتقد مهم جدا إنه يساهم مع منظمة عالمية زي ما قلت اليونيسيف في إن احنا يكون عينينا على أطفالنا اللي محتاجين رعاية.